أول شراء جديد بلور يزهوه بغرفة اليديدة لأن مضى لي 5 شهور عافوه ولا حد يريده. أنا يلني مضى لي 5 شهور عافوه ولا حد يريده. وش نسوي؟ قدمنا أنزين يوم الطيور طارت، يوم الطيور طارت إيش تكمله؟ تعرفوا؟ يوم الطيور طارت ما عرف ما يحضر النيابة. مشكور تسلم. كما طارت الطيور وقعت. لا، يوم الطيور طارت ما اعرف ما اعرف. يوم الطيور طارت والله ما يحضرني في الوقت الحاضر. اقول لك يوم الطيور طارت والله ما اعرف. يا بويا علي ما تعوض اليوم اليوم اللي يقولوا عنها العرب. روحت مني بتناوش منقاش من الخيل وردف 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 ولين جيت من الخطر. قولي يوم ياتني الصيده عنورك قالبي ما تشوفني متفرح وحاسر الكشمير وين جدي يا ابن عادلك يا صور وراحبي اليوم اللي مصفق صفق والصفوف تميل. خميس يوم بتدوره 3 سنوات ما بتحصل، 5 ساعات بتحصل. وخميس ما تلقاه ما تحصل غير من تقول 5 ساعات. خميس بن سالم البلوشي ما بلقاه. لا وايدين 5 ساعات بس. يوم صبيحة بس جديد مدعى السفات بالليام الدهن. ريح وغمام وغمام وغمام. الله الله ذكرتني فيا ذكرتني فيا. الحين كنا اشوفها قدامي بزانة واقفه وصدرها وسليمتي. نعم لله الحين والله سالم. الحين كنا اشوفها واقفه مار. الحين ماشي غير قاصد تعقلني فوقها وتزوم. بس من زمان تربي خيول العم خميس. من ساعة عقده من دهر ود حسين ومن دهر محمد. كم عمرك تقريبا؟ بلي 11 سنة معي خيل.
عمرك 11 سنه. هذا ولي صغير. والحين كم عمرك؟ حسين حمد. كم عمرك الحين؟ واللي مدربني كم عمرك الحين؟ الحين والله عمري ما صغير يعني، يا اول يوم وشي ديتول يا يوب ملح تقريبا يعني 60 سنه. يبكي يبكي 60 يبكي يعني ما علينا من الشعيرات السود هذه. قلبي بارد اني، قلبي بارد ولا بسويش على الابيض، لكنني لان قبلت البيت جيت حنان، روحت ببيت جيت حنان، جيت مع عيال لقيت حنان، جيت مع ام سالم جيت حنان، وما يعني شعر الابيض. شوف شيش خمسني خمسه بشعلات بيض الله يخبروني من اليوم. واحد انتين اليوم المدام تقول لي ايه يا اخواك، واحد انتين ثلاث اربع خمس ست سبع عشر 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 شعرات بيض فيك. بس روحت مني بتناوش منقاش من الخيل وردف ردف 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 ردف، ولين جيت من الخطر قولي. يعني انت ما شاء الله عليك يعني الحين الشعر ابيض ما طعيك، ايش يصير؟ ايش تاكل اقول لك؟ بالي بالي زين. يوم وياي بشي في ايديا قعدت بميدي يوم سالم دخلت روحي واني مرتاح، ويوم يو عيال من 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 مسكيد ولا شيء، ادي خشم هني وادي خشم هني وادي خشم، يتلاقى ثلاث روس فوق راسي. ادي مو ادي بوس العيال، تباني شيء تباني شيء؟ لا ما تشي. تباني شيء؟ ما دام انها الراحه اللي انت فيها ما تشي. تباني شيء؟ لا يلا كان تباني شيء. مشي مشي وابوي مشي عليك مشي كل واحد، لكن يوم يطلع الواحد القلعة عليك عليك لعاي وليك لعاي ولا ها كيف يسوون؟ انزين اقول نبى نسمع يا حبيب العين، نبى نسمع لال. ايش لال؟ شو اللال هون ناحية اصحى كلامي روحي. اول ما جيت في الراس حنيف بلا صور اقول للشايب خاطر صلوا يا خلق الله على طه النبي، شلوا الشهاده مغرب كثر والتهليل. اول يقول صلوا، انا اقول صلوا يا خلق الله على طه النبي، شلوا الشهاده مغرب كثر والتهليل، نشلي بناديرك يا صور ورحبي اليوم المصفق صفق والصفوف تميل. شوف كيف قال لي اياها، شل لي هذه الحين بقول لك عن كلمته هو. قال انا في الطربي لي صديق يختص بي، قال لي قال لي قال لي تحفر فارس راسل لك خيل يا واحد، وقال له قابلت له خمسات يرمس ومشاله واحد من بعدنا قال خبزاتي ومس قابله. هو يقول قال لي، قلت له اقول له لا اقول له يوم ياتني الصيغه عنورك قالبي ما تشوفني متفرح وحاسل الكشميل، ياتني كلامك اللي قلت بخاطر. كيف كيف؟ كلام اللي قال بالشايب خاطر بفلت لي بلوث اني عوضي يا حلو. يوم ياتني الصيغه عنورك قالبي ما تشوفني متفرح وحاسل الكشميل، انا المناول عندك وانت مدربي مبون المناول ما يعصى امر الوكيل. لا هو ذاته هو العود شاعر بسيط وني لا تلميذه. المناول الذي مناول يوم تكون استاذ تناوش طابوق وتناوش حصاء اسمه مناول. انا المناول عندك وانت مدربي مبون المناول ما يعصى امر الوكيل. ان صلوا يا خالق الله على عطاه النبي، شلوا الشهاد مغار بكاثر وتهليل، وين جدي يا ابن عادلك يا صور وراحبي اليوم اللي مصفق صفق والصفوف تميل. يوم الطيور طارت، يوم الطيور طارت مثلا طارت يوم الطيور طارت ايش تكملته؟ تغرد. ايوه نعم تغرد. نعم. يقول يوم الطيور طارت ايش تكملته؟ جابت برزاقه. زين ابوي نازل السوق؟ اي نعم. ايش حاب اشتري؟ واشتري خضره حولاجكم واخوتكم. نعم. الوالد يقول يوم الطيور طارت ايش تكملته؟ تكملته الطار البعير معها. يوم الطيور طارت؟ طار البعير معها. البعير يطير؟ ها. يبي حاكيها لكن ما يقدر. كذاك. الوالد انت فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان برنامج هدهد، تفضل تستاهل تفضل. جزاك الله. يوم الطيور طارت طار بعير معها. يوم الطيور طارت طار بعير معها. لما اذا تبغى مال هدهد هنا عند هذا لك سد ايدك ند ايدك حاجز ايدك ترتيب شياب القدامى ذيلا. اليوم اللي يقولوا عنها العرب شاري مدكتان قوطه ديوم احلى مذاق وحلو شربه، اشوف الصغيرين ابو يشربون عد هالدكاكين ابو يشربون بطني لعد كان قوط ديوم احلى مذاق وحلو شربه. جاون القير واحد اثنين ما طايرك بندنا وخلينا في نمر ونبون دهي من زمان من زمان، هذاك وقت غير
أزهن وأقحم وأغني. ليش عاد؟ الحين بعدين بخلي بعدين. ليش عاد؟ وكان الناس حبوني. الحين وحين بنصور؟ أضحك ولا أدحر عيوني؟ واويلا كل شيء انت باب عطيف وما ابام بتعرف شيء اقول له وين من انه مخاشب انا راح الناقه طبم يقول الريدو هالحرايب قايده لا اذا يقول الريدو بتضد بالوز حكمه ها يقول الريدو باريز المهدمه عطيه يوم الطيور طارت طار البعير معها يوم الطيور طارت طار البعير معها هذا المثال تكملته مثل ما سمعتوا اللغز 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 يقول شيء تعطي غيرك وتحافظ عليه انت شيء تعطي غيرك وتحافظ عليه انت شيء تعطي غيرك وتحافظ عليه انت ايش هو شيء تعطي غيرك تحافظ عليه انت ايش هو بطيء غيري وبحافظ عليه وحدي والله ما فهمت احسنت هو المال ما شغل المال السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف الحال الحمد لله كيف حالك بخير شيء تعطي غيرك وتحافظ عليه انت ايش هذا والله ما تحضرني الاجابه مشكور شكرا احسنت جزاك الله خير الوالد يقول نعم. يقول لك شيء نعم. تعطي غيرك وتحافظ عليه انت ايش هذا هذا مالك ويا ليل يا ليل اسهل عيون النايمين اسهل عيون الناي وما وزمتني يا واد سيطان افتح مفا افتح مناديس الخزينة ويا ليل يا ليل افتح مناديس الخزينة افتح منادي وفي شدة الهيجا قيبات ودهم ناس الخيرين كل فوق الخيل أخوي كل فوق الخيل مطلوب يبقى دهم ناس الخيرين من دهر آدم يولداه ويلي جناهن مبغبين بينال كل مطلب يبقى وبشوف عد السنين شروى هلال في وفاه كمن عيون الحاسدين عن الذي تاغي تراه وام العبيه ما تهين معلمه علم القضاه اليازي زي الخزين كل تعطيه ما انتهاه ولاك عنك كيف اقول لك اقول لك معك خيله نعم معي خيله تبيعها ابيعها خلاص بتبغى نقعد في الروايح سالم ما تبيع لا 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 ما بيع اه ابدا تبيع ابدا اعرف عيناتي ما بيع ابدا لا 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 تخبرني بيع الخيله لا تذكر لي يا بر يا خيل في الميدان يول خلي يو يو عاد مشي عاد عن اليوم هذي يا بوي يو هذي ما تعوض اليوم اللي يقولوا عنها العرب اليوم يوم الخميس يوم الونوسة بنهني المعرس وحتى العروسة بهايك انت بهايك اليوم يوم الخميس يوم الونوسة بنهني المعرس وحتى العروسة اليوم يوم الخميس يوم الونوسة بنهني المعرس وحتى العروسة يا سلام يوم الخميس يوم الونوسة بنهني المعرس وحتى العروسة بنهني المعرس وحتى العروسة الله يعزك ويعز بلادك أنا ويطيب من يطيب ويسليب من إنشاء وغالين يحيب ويلعوب يلعوب بين العشاءين صدفني غزل بو أحمر العين عذبني وسارة وابغاك تبريني بخدك هلال لوك بتعطيني لو بيع وشيرة يسدني التسيره
ويا بو سبو انذار بو عينوك حيل وحين بغينا ودربين يحب عذار لو سوي خطي وحين سمحنا. أكيد أكيد لأن يباه يحبه يعذره. أقول ترى أول شيء موجود هذا لكن إحنا أوقات يسرح منا. نجيب هذه مال صور ردها مرة هذه لا بيت صور شلوني يقول لا بيت صور شلوني وبنظر سرايات المنارة لو عندي بكسات لغشوني وبعبر في موتر وطيارة. بعبر في موتر وطيارة نمشي مع بعض. نعم هنا وياك. نعم أربعة نمشي مع بعض. ايوه نمشي صور. ايه زين الوالد هيش اللي تعطي غيرك وتحافظ عليه انت؟ الوعد هي ما تغير. ها ما تبدل ابدا. الوعد العهد الوعد. تعطي غيرك ايوه تحافظ عليه انت. يعني احنا لو وعدتني تحافظ على وعدك. اوعد. نعم كيف ما حافظ على وعدي؟ متأكد؟ ايه صح شباب. صح صفقوله. صفقولي. إجابتك الوالد صحيحة. فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدهد. تفضل. يا بويو علي ما تعوض اليوم اللي يقولوا عنها العرب. روحت مني بتناوش منقاش من الخيال ورد 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 ولين جيت من الخطر اقول لك يوم ياتني صيغه عنورك قلبي ما تشوفني متفرح وحاسل الكشميل وين جدي يا ابن عادلك يا صور وراحبي اليوم اللي مصفق صفق والصفوف تميل. هلا 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 نسيتني يوم يا المعرس وحتى العروس الله يعزك ويعز جلالك.